سارة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبالاخص اكيد جمهور برنامج 10 الصبح في الاهلي. وبالفعل يا كريم زي ما انت قلت، حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بلا جزيره عشان انقل لكم طبعا كل اخبار النادي الاهلي واكيد فرقه الا رياضيه، سواء فريق الاول لكره القدم او طبعا جميع الالعاب الاخرى. بس خليني قبل ما اتكلم عن الاخبار الرياضيه، خليني اقول لكم ان امبارح لجنه المراه تحت رئاسه وقياده طبعا الاستاذه انهار انديل نظموا يوم رياضي فقط للسيدات على مجمع حمامات السباحه من الساعه 9 للساعه 2 هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويمكن امبارح يعني كل السيدات وعضوات النادي الاهلي كانوا فرحانين جدا بعد اليوم ده، وطلبوا من لجنه المراه ان هم يعيدوا تاني اليوم ده ولكن في جميع فروع النادي الاهلي. وبالفعل اعلنت امبارح لجنه المراه انه ان شاء الله اليوم يتكرر تاني يوم السبت المقبل، ولكن في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر ايضا من الساعه 9 للساعة 2 على مجمع حمامات السباحة، طبعا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وبقول لكل عضوات النادي الأهلي اللي حابين طبعا ان هم يشاركوا في اليوم ده يوم السبت اللي جاي، يجوا عادي جدا عند مجمع حمامات السباحة وينضموا ويشاركوا مع كل عضوات النادي الأهلي، واكيد جميع اعضاء لجنة المرأة مع الأستاذة أنهار أنديل رئيسة لجنة المرأة من غير ما يسجلوا اسمائهم او ارقام تليفوناتهم في مكتب العلاقات العامة. خليني بقى اروح لاخبارنا واخبار الفرق الرياضية، وهبتدي بالفريق الاول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. ويمكن مستر بيتسو موسيماني يا كريم خليني اقول لك انه قرر انه امبارح يمنح جميع لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه لمده 7 ايام، يعني تقريبا ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيرجعوا للتدريبات الجماعيه، يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش يوم الاحد المقبل يوم 5 سبتمبر عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي للفتره المقبله، طبعا ما عدا اللعيبه اللي حاليا متواجده مع المنتخب الوطني عشان بطوله كاس العالم طبعا يعني المنتخبات الوطنيه. وكمان ان شاء الله يعني التدريبات الجماعيه الفتره المقبله تشهد كمان يعني ضم كل الصفقات اللي اعلن عنها النادي الاهلي في الايام الماضيه زي كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني. كل اللعيبه دي ان شاء الله ايضا هتكون متواجده في التدريبات الجماعيه مع جميع اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في التدريبات يوم الاحد المقبل ان شاء الله. يمكن طبعا يعني الراحه السلبيه دي للاعبي النادي الاهلي فيها دلوقتي بعد انتهاء بطوله الدوري، يمكن النادي الاهلي خلينا نفكر ساده المشاهدين ان هو نهى يعني مشواره في بطوله الدوري بهدفين مقابل هدف امام نادي اسوان في المباراه طبعا اللي اقيمت على ملعب استاد الاهلي والسلام، الثنائيه يمكن سجلهم طبعا نجم النادي الاهلي محمد شريف من ركله جزاء وصلاح محسن في الدقائق الاخيره من المباراه. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، خليني برضو اكلمكم شويه عن فريق الاول لكره السله رجال تحت قياده طبعا المدرب الاسباني الجديد لفريق السله اجوستي، واللي يمكن يعني بيواصل تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي عشان الفريق يستعد ان شاء الله الفتره المقبله ان هو يشارك في البطوله العربيه للانديه واللي هتقام في مدينه الاسكندريه. يمكن البطوله دي خليني اقول لك يا كريم وانا هواند انه هيستضيفها نادي الاتحاد السكندري من يوم 29 سبتمبر حتى يوم 9 اكتوبر، وهيشارك يعني 17 فريق في البطوله، يعني حاليا 17 فريق ولكن يعني لسه الباب مفتوح لو في اي فريق تاني عايز يشارك ويسجل في البطوله، يعني مش اكيد يعني 17 فريق هم بس اللي هيشاركوا في البطوله، ولكن من مصر هنا هيشارك النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري اللي طبعا مستضيف البطوله في نسختها ال 33 الخاصه للرجال. كمان النهارده الفريق الاول لكره الطايره رجال تحت قياده الكابتن ميدو مصلحي عندهم تمرين من الساعه 7 للساعه 10 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يستعدوا طبعا بشكل قوي لبطوله الدوري القادمة أو الموسم يعني القادم بشكل عام. يعني خلينا نقول إن كل الفرق حاليا في فترة إعداد، يعني سواء يعني كرة السلة طايرة أو يد، ما عدا طبعا الفريق الأول لكرة اليد اللي متواجدين حاليا في المغرب، الكل حاليا يا كريم بيستعد بشكل قوي في فترة الإعداد للموسم الجديد طبعا لكل البطولات. يمكن دي طبعا يا كريم وإن هواند كانت أهم الأخبار النهاردة لجميع الفرق الرياضية، وطبعا في أخبار يعني عامة النادي الأهلي في جميع فروعه. أنا معاك يا كريم أكيد لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى الاستوديو كلمة ليك طبعا يا كريم تفضل. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المميزة، وإلى حضراتكم المزيد من الأخبار المتعلقة بالصحافة الرياضية.